بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله تعالى إزاي نحضر إزازة عطر حجمها 30 ملي وتركيزها 10%. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلوب عندي، المطلوب ان شاء الله ان احنا عايزين نحضره النهارده، مطلوب تحضير ازازة عطر زجاجة عطر. حجمها كام؟ حجمها 30 ملي. تركيزها كام؟ تركيزها هيكون 10%. يبقى انا عندي الازازه حجمها 30 ملي وتركيزها 10%. العمليه بسيطه، انا بركز على كلمه 10% دي وباخد منها معادله. بقول العطر عندي عباره عن حاجتين، زيت عطري اساسيتين اللي هو زيت عطري، وبضيف عليه كحول الايسايل، بضيف عليه كحول الايسايل على اساس ان الاثنين دول ما بضيفهم مع بعض باخد كميه العطر اللي عندي، اللي هتطلع عندي. طب انا الزيت العطري اللي عندي قلنا الرقم اللي جنب علامه في الميه ده كميه الزيت العطري، هنقول 10 ملي، 10 ملي زائد قلنا هناخد الفرق ما بين ال 10 وبين علامه في الميه دي بنعتبرها 100، يبقى 10 من 100 بيطلع لي 90 ملي من كحول الايسايل. هيدوني كام؟ بجمع الاثنين على بعضهم، 10 زائد 90 بيديني 100 ملي من العطر، 100 ملي من العطر. طيب انا ده المعادله اللي انا عايزها، او المعادله اللي طلعت عندي دي اللي هي المطلوبه اللي عندي، او اللي انا عايز اطلعها من كلمه 10%. انا ما عنديش، انا يعني ده ال 100 دي، انا ما عنديش 100، مش عايز 100، انا عايز احضر كام؟ انا عايز احضر 30. فبقول ال 30 دي، اللي هي 30 ملي من عطر، هتيجي من كام؟ الاول هتيجي من كام؟ من كام زيت عطري؟ فبقول س، او بلاش قلنا س دي، هنقول ايه؟ هنقول عندي اللي هي ايه؟ زين اللي هي كميه الزيت العطري. فبقول كميه الزيت العطري، واروح هضرب الطرفين في الوسطين، ال 10 في ال 30 على ايه؟ على 100. ال 10 اهي دي في ال 30، ال 10 في ال 30 على كام؟ على 100. هضربهم هيطلعوا لي كام؟ طبعا الصفرين بيروحوا مع الصفر هنا والصفر هنا، بيطلع لي 3 ملي زيت عطري. واحد هيقول لا، طب 3 ملي زيت عطري، طيب بقيه ال 30 كام؟ 3 من 30 هيطلع لي 27 ملي من كحول الايسايل. فبرضه اكتب المعادله عشان اسهلها على الناس شويه، عشان ما نلعبكش في يعني في لخبطه. فبقول 10 ملي، ال 10 لما بكرر المعادله اللي فوق دي، 10 ملي زيت عطري اللي هو زيت عطري زائد 90 ملي من الكحول، دولت هيدوني كام؟ هيدوني 100، 100 ملي من العطر اللي عندي، 100 ملي من العطر اللي عندي. طيب انا عايز كام؟ انا عايز 30 من العطر. هيجوا من كام؟ من الكحول اللي هي قلنا عليها كاف، بنربز لها برمز كاف، وبنقول كاف اللي هي كميه الكحول، كميه كحول الايسايل اهي، شايف حضراتكم الكتابة ظاهرة ولا إيه؟ بيساوي أهو، بنقول بيساوي 90 في 30 على إيه؟ على 100. 90 في 30 على كام؟ على 100. بقول 90 اللي هي دي في 30 على 100 بيطلع لي كام؟ 27 ملي من كحول الإيسايل. لو جمعت الاثنين الثلاثة مع ال 27 هيطلع لي ايه؟ حجم الايه؟ الازازه اللي عندي اللي هي حجمها كام؟ 30، اللي هو ال 30 مللي اللي انا حضراتكم انا عايزها. العمليه سهله بسيطه، بس طبعا احنا بنتاكد من المعادلات على اساس ان احنا قبل ما بنشتغل ناخد الكميه تكون احنا حاسبينها كويس، على اساس طبعا لو خصوصا لو في حد بيشتغل في المحل او حد بيشتغل من المنزل يعني في تجاره العطور، ما يحطش كميه
اكتر او اقل من المطلوب، يحط كل واحد ياخد حقه، فعلى كده ما يبقاش فيه ظلم ولا اي حاجه. تحياتي لكم ودمتم في رعايه الله وامني. وما تنساش حضراتكم، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، تدعمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.